علاش كتخرجي مع الريا؟ بغيت غير نسولك علاش كتخرجي مع الريا؟ والمشكل يا اخوان في وقت البرد انت لابس جوج جلالب وتريكو ديال الصوف ولابس السروال صوفيط مال لتحت ولابس السروال تجين فوق منه والصباط وجوج تقاشر وجوج طواقي وهي متبرجة. يا الله صناعة التبرج، صناعة الفتنة. ما بقاش داك كما كنقولوا داك الذوق ديال المرأة كتلبس باش تستر وتزيد، لا، ولات صناعة الفتنة. ما تحيد من المرايا على ساعتين، إلا غادا تخرج مع 8 الصباح كتنوض مع 5 الصباح، 3 السوايع ما فيهم لا صلاة وما فيهم لا قراءة القرآن، فيهم غير تلبس وتقاد وتغسل، هذه بومادة، هذا الكريم ضد الشمس، هذا حمير شوية، هذا ديال الشفتين، هذا ديال الخدين، هذا ديال هنا، والسروال يزير هنا، كل شيء هذا الشيء، ساعتين ثلاثة السوايع غير في هذه المصيبة. وإلا قلتي فتنة أضر على الرجال من النساء يقول لك هما تيعيروا المرأة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خبر بأن فتنة النساء فتنة شديدة. فتنة شديدة. امرأة تتبكي تتبكي ساكنة معاهم وحدة، هذا فصيل الجيران اللي كيسكنوا كل واحد كيشد بيت. قالت لك فين ما راجلي يقرب يخرج كتلبس شي لباس عاري وكتوقف قدام الباب. يعني مع الصباح قريب الراجل يخرج هي عارفه كتسمع راه كتشوف راه بيت وبيت وبيت صافي كتسبقو توقف حدا الباب وبواحد الهيئه وبواحد اسميتو. المراه حست بان البيت الزوجيه ديالها راه بدا كيعوم فوق الماء ولا في الخطر. اش غادي نديرو مع هاد السيده؟ قلت لها اش غادي ديري معها؟ تحولي من ديك الدار. اش غنقول لك؟ قالت لك وحتى راجلي ملي كيدوز كيتسال معاها وتلقى حدا الباب وكيبقى يضحك معاها ويدوي معاها. يلا شكون وراء كل جريمة امرأة. وانتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الحديث كاع اللي تيفرق عليهم الراس، هذا ما تيحملوش كتجيهم الشقيقة منين تيسمعوه. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، وفي رواية فإنما معها مثل الذي معها. هذا الحديث شحال داز عليه الآن؟ أزيد من 14 قرنا. هل تحقق؟ تحقق ولا ما تحققش؟ المرأة الآن أصبحت شيطان بعريها، أصبحت شيطان بفتنتها المتعمدة، الفتنة متعمدة، بفتنتها المصطنعة أنها تصنع الفتنة. وراه غنات عليهم هذيك اسميتو شعيبيه غنات عليهم في ذاك الساكن ماكي ولا سميتو وما رضاوش وبغاو ياكلوها، ولكنها حكت على الحقيقه، حكت على الحقيقه، لان العقيده ديال المتبرجه هي هذه. انا كنخرج باش يشوفوني الرجاله، باش نعجب الرجاله، باش يتبعوني الرجالة، باش ندبر على زماني، باش كل شيء غير كل شيء على الراجل. والغريب أن التجمعات ديال النساء لا يروج فيها كلام في صالح الرجل. الكلام اللي كيروج في التجمعات ديال النساء أشنا هو؟ رجالة ولاد الحرام، رجالة غدارة، رجالة ما فيهمش ثقة، ما عمر الرجل تعطيه الحق قلبك، الرجاله ما مزيانيش، ويا سايره عايشه معاه وتتولد معاه وتاكل من رزقه، ومنين ولد الحرام؟ ومنين غدار؟ ومنين خائن؟ علاش تجي سميتو؟
لاش بقى كتنجبي مع الوليدات وتعيشي معاه وتاكلي معاه؟ انت عايشه مع الغدار، عايشه مع ولد الحرام، عايشه مع هذا. هو كلامهم في مجالسهم يا اخوان. والعيالات الكبار زعما عندهم تجربه كيدوروا في الدريات اللي باقيين ما مزوجيش، عندك ديري الثقه في الراجل، راه كاينه ولد الحرام حدا اخوه. هذا كلامهن. يا الله. ومنين مي كتشوف كتبرج لمن؟ كتبرج للراجل. إذا ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وحديث أن إن المرأة تقبل في صورة شيطان، قال أهل العلم أي أن الشيطان، يا الله يبردي شوية، أي أن الشيطان يزينها في عين الرجل عندما يراها ويغريه بها. ياك فإذا رأى أحدكم من امرأة، أي امرأة أجنبية، ما يعجبه فليأتي أهلها، فذلك يعني يطفئ ثورة الشهوة التي تحركت فيه بمجرد أن رأى تلك الأجنبية التي كانت في حالة مزرية، حالة يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دوك الصنفين من أمته اللي قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما، مازال ما شفتهمش ولكن غنخبركم عليهم. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذيك مائلات مميلات، قال أهل العلم مائلات بقلوبهن إلى الفحش، مميلات لمن يراهن من الرجال إلى الفاحشة، كتميل الرجل الفاحشة بسلوكها وبعريها وبطريقة لباسها وبطريقة حركاتها. تولد كتشوف دابا المصائب الكحلة، مصائب كحلة. إذا في هذا كما كنقولوا في هذا فهاد السوق المتعفن ديال قلة الحياة، ديال العري وديال التفسخ وقلة الحياة والتبرج، وكما قال واحد يعني التبرج عالي الدقة، تبرج عالي الدقة.